يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم نبلش ب chapter قبل الأخير اللي هو pharmaceutical emulsions part 1. حنحكي فيه عن شوية definitions وشوية introduction فيه. هلأ ال emulsions هم عبارة عن two phase system. طبعا بتكون من ايش؟ من at least two immiscible liquids. ممكن يكون فيه أكتر من two liquids وضروري هم يكونوا immiscible. زي بالضبط نفس مبدأ اللي كان عندنا بالسسبنشنز، بس بالسسبنشنز كانوا سوليد بارتيكلز، وهدول الليكويد الأصغر اللي بنكون عاملين له ديفيجن بيكون ديسبيرز اس جلوبيولز، بيكون نسميه انترنال او ديسبيرز فيز، بينما الأكبر منه اللي بيحوطه بنسميه الاكسترنال او الكونتينيوس فيز اللي هو السولفنت تبعنا. و this system is generally unstable بس بنعمل له stabilizing by an emulsifying agent. They are used either internally for administration of nutrients, ممكن drugs، ممكن نعطي diagnostic agents، أو ممكن نستعمله externally هاي ال emulsions تبعتنا عشان نحط applications of drugs أو نعمل modification لل physical mechanical properties of the skin. هلا emulsions زي ما حكينا ممكن تكون per oral dosage form for oral administration، مثلا oil soluble drugs، بتكون مثلا بالسبلمنتس زي الفيش اويل، ممكن عشان نحسن الباليتابيليتي تبعت الاويلز لما نعطيها اورالي فبنعملها emulsion، بكون الايمولشن مغطى على طعم الاويلز السيئة. هذا اول اشي. تاني اشي اذا كان عندنا الامولشن بدنا نعطيه توبكال او ترانسديرمال ادمنستريشن، ففي عندنا لوشنز كريمز اوينتمنتس ممكن تكون امولشنز، وفي اوينتمنتس او كريمز ممكن تكون برضه سسبنشنز، فبدنا نخربط بينهم. ممكن نستعمل امولشنز للاوفثالميك يوز كقطرات عينين على شكل emulsions، وممكن نستعملها intramuscular على شكل intramuscular dosage form. فشو بنسوي فيها؟ بنجيب الدرجز او الاكتف انجريدينتس تبعتنا زي مثلا ووتر سوليبل فاكسينز، وبنعملها على فورميليشن على شكل ووتر ان اويل. ليش ووتر ان اويل؟ لانه انترا ماسكولار بالمسل بدنا اياه الايمولشن هذا يعطينا سلو ريليس، فبنحطه على شكل اويل بضل ديزولفد بالعضل وبطول حتى يعطينا ريليس للاميونوجينيك كومبوننت تبعه، وبالتالي بضل يعمل ريليس على مدة أطول، وبعطينا مثلا بالفاكسينز greater antibody response and longer lasting immunity. ممكن برضه نعمل على شكل اي في دوزج فورم. هلا بالاي في سولوشنز للدرجز مثلا عندنا درجز بتكون لها بور اكويس سوليوبيليتي، فبدنا نحضرها باستخدام كو سولفنتس او نعملها على شكل مايسلز، فبنعملها مايسلر سوليوبيلايزيشن. however بهاي الحالة it is في مشكلة واحدة عندنا بال IV dosage form، انه هاي ال dosage form it is susceptible عرضة انه نخسر السولفنت كباسيتي تبعتنا ويصير precipitation اول ما نخفف المادة تبعتنا لما عملنا لها dilution. بس generally غير هاي الحالة an emulsion is not susceptible to such precipitation risk بس بال IV dosage form. وبال IV dosage form بنستعملها اكثر اشي بال TPN. ال TPN اللي هي total parenteral nutrition خصوصا بالمرضى بالمستشفى، زي ما انتو شايفين هاي النوت التكست اللي بتحت الصورة اللي تحت اللي ملان تكست بتحكي لكم اكثر عن التوتر بارنتال نيوتريشن، بس انه لو تقرؤوها لانه هي مبدئيا تعطي امثله عن توتال بارنتال نيوتريشن اويلز اللي بيستعملوها على شكل اويل اند ووتر فورميليشن ايمولشن على اساس يعطوها المرضى والمستشفيات. هاي برضو امثله على ايمولشن
names وبرضه الروت اوف ادمنستريشن، مثلا في مينرال اويل ممكن نعطيه اورال، في اوفثالميك ايمولشنز اللي هو اسمه ريستاسيس بنعطيه اي بالاي اوفثالميك ايمولشن، هو مثلا في عندنا انترافينوس فات ايمولشن زي الليبوسين والانترا ليبيد بنعطيه انترافينوس، فهذا بكون اويل اند ووتر، اويل اند ووتر ايمولشن، وهكذا بقيه الامثله. هلا شو في عنا types of emulsions؟ في عنا different types of emulsions depending on the pharmaceutical practice تبعنا نستعملها أو نصنعها. في macro emulsions اللي هي الجنرال emulsions اللي بنصنعها وبنشوفها في الصيدليات زي ال oil and water emulsions أو water in oil emulsions، وفي multiple emulsions اللي ممكن يكون oil in water in oil أو ممكن تكون water in oil in water. ممكن يكون عندنا مايكرو ايمولشنز اللي بنحكي عنه آخر إشي، وفي لايبوزومز هذا برضو حنتطرق له بعدين. هلا الماكرو ايمولشنز نبلش فيهم، إلهم بالعادة رينج سايز رينج الليكويد ليكويد دروبليتس بين 0.1 ل 5 مايكروميتر، والافرج تبعهم من 1 ل 2 مايكرومتر. هلا ذيس سيستمز ار يوجوالي اوبيك اور ميلكي، يعني معتمين على شكل حليبي، لون حليبي او درجه عتومه زي او ضباب زي الحليب. Due to the large size of the droplets، لأن droplets هاي تعتبر شوي كبيرة. الميكرو emulsions حكينا الأفرج تبعها من 1 ل 2 micrometer. There's a significant difference in the refractive index between the oil and the water phases. هلا based on the nature of the dispersed phase بالmicro emulsions والdispersion medium اللي هو continuous phase. Sorry. There are two types of macro emulsions. يعني macro emulsions اللي هي أول type منقسم ل two subtypes. شو هم two subtypes تبعون macro emulsion؟ واحد اللي هو oil and water emulsions، والثاني اللي هو water and oil emulsions زي ما حكينا قبل شوي. هلا الـ oil and water emulsions الـ continuous phase بتكون فيها aqueous solution، يعني مكونة من water. ومتى بكون oil and water emulsion؟ لما تكون الـ aqueous phase هاي بتكون 45% أو أكتر من كل الـ total weight، يعني out of 100 لازم تشكل 45% أو أكتر، ويكون بهاي الحالة بنستعمل إلها hydrophilic emulsifier عشان نعمل stabilizing لل emulsion تبعنا. أما إذا كانت العكس water and oil، متى بتكون water and oil؟ إذا كانت ال aqueous phase تحت ال 45%، يعني أي رقم تحت ال 45% بتكون هاي water and oil emulsion، وبهاي الحالة لازم نستعمل ال lipophilic emulsifier. برضو في شغلة تانية، مش انه بس اذا كان الاكويس فيز اقل من 45%، اذا برضو كمان الاويل فيز constitutes more than 45% من التوتال ويت من 100%. هلا generally the oil and water emulsions are more popular more used than the water in oil، and water in oil غالبا IM administration، بينما المرضى اللي بياخذوا IV administration لأدوية oil and water كثير أكثر من اللي بياخذوا water in oil emulsions بالpharmaceutical field، خصوصا حتى مش بس لو لا parenteral، حتى لو لا oral administration. فبالoral administration كمان ال oil and water مشهورين أكثر من ال water and oil. هلا ال water in oil زي ما حكينا أكثر يا intramuscular drugs مثلا زي أدوية حساسية أو غيره، أو مثلا نستعملها عشان نعالج dry skin and for emollient applications للترطيب. هلا في هدول التستس اللي ممكن نعملهم ل
نميز الايمولشنز التايبس تبعهم، الماكرو ايمولشنز اذا هو اويل ان ووتر او ووتر ان اويل، في فيز دايلوشن تيست، في داي سوليوبيليتي تيست، وفي كوندكتيفيتي تيست. هلا الفيز دايلوشن تيست بدنا نجيب تو ايمولشن دروبلتس، واحدة اويل ان ووتر، هي اويل ان ووتر، وواحدة ووتر ان اويل، وبنحطها على جلاس سلايد، بعدين بنضيف الدروبلت من كومبوننت معين سواء زيت او مي لكل ايمولشن دروبلت حطيناها من الاصل قبل شوي، بعدين نحركهم هدول النقطتين اللي عندنا، لانه هلا في عندنا تو دروبلتس من ايمولشن، ضفنا من كل على كل دروبلت كومبوننت معين سواء زيت او مي حسب، وبعدين بنبلش نحرك هدول التو دروبلتس اللي كنا صرنا ضايفين عليهم سواء مي او زيت، وبعدين بنتفرج تحت الميكروسكوب. هلا اذا صار الايمولشن اذا صار الايمولشن دايلوشن with a liquid face، يعني صار له دايلوشن، يعني ضل زي ما هو الايمولشن زي ما هو، الاويل مثلا dispersed بعد ما ضفنا مثلا مي، فهذا منطقيا اذا مثلا ضفنا من دروبلت مي وضل السسبنشن زي ما هو، بس انه الاويل دروبلت صارت dispersed على شكل اوسع او على فوليوم اكبر من الكونتينيوس فيز، فهذا يعني انه المي كانت الكونتينيوس فيز لما ضفناها وعملنا لها ستيرنج، فبالتالي هذا اويل ان ووتر ايمولشن. هذا بالنسبة لأول تست، والعكس صحيح برضه. هلا ال dissolubility test، إنه إذا حطينا صبغة مثلا soluble بone component، زي مثلا إنه ضفنا صبغة الصبغة هاي هي water soluble، خلينا نفرض، ونفرض ال emulsion عندنا كان oil and water. هلا إذا كان oil and water والصبغة بتذوب في المي، ف بعيننا المجردة راح نشوف كل ال emulsion صار ملون، وتحت الميكروسكوب حنشوف الدروبلتس مش ملونة على خلفية ملونة من نفس لون الداي اللي استعملناه، من نفس لون الداي اللي استعملناه. أما إذا غيرنا نوع الماكرو emulsion صار water and oil، ضلينا على نفس الداي، نفس نوعية الداي اللي هي ووتر سوليبل، وبس غيرنا نوع الايمولشن، فبالتالي على ماكيو على على الماكرو اوبزرفيشن للداي راح تكون ال سوري راح تكون على الماكرو اوبزرفيشن للداي ما راح يبين لها لون، بس تحت الميكروسكوب حيبين كالرد دروبليتس على كالرلس باك جراوند، لانه الباك جراوند عباره عن زيت مقارنه بالديسبيرست ميديوم اللي هو عباره عن ليكويد دروبليتس.